بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه واجعلنا الدعاة سلام ويام يا رحمة. أما بعد، السلام عليكم. والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأكبر. وبعد يقول: ولن يتمنوا أبدا بما قدمت أيديهم. عارفين الإجرام، يتمنوا لكش الموت، فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. بيتمنوا الموت عندكم أنتم في رأيكم أنتم، يوصلكم إلى جنة خالصة لكم من دون الناس. يتمناه الموت هذا بعد اللي هو الباب الوحيد اللي يلزمكم تخرقوه باش ولا تطرقوه ويفتح لكم، وبعد تدخلوا وحدكم تتنهنوا. ولا عز لا عزكم، ولا قوة لا قوتكم، ولا مصلحة لا مصلحتكم، ولا أمن إلا أمنكم، ولا ما لا تلذذ إلا تلذذكم. هذا محال عليكم، حرمه الله، لأنكم أخذتم نصيبكم في الدنيا. ما لا أذهبتم طيباتكم في حياة الدنيا، كرب ولا غير الكرب، غير من اليهود اللي تحب أنت. ولن يتمنوا أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، يود أحدهم لو يعمر، أو حب الدنيا والخلود فيها 1000 سنة، وما هو بمزحزحه من العذاب. ماكش مش يحركك، ماشي العذاب دغري زادا، قولوا العام. وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، والله بصير بما يعمل. كون عمرك 1000 سنة مش مشتور من العذاب، لأنك يعني 1000 سنة هذاك تزاد ورط 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 نفسك. وأهل العيوب كل كلاب السياسيين عموما، يقتل ما يهمه، يجوع ما يهمه، شعب كامل ملايين ما يهمه كان نفسه، لأنه مغرور، نفخ فيه شيطان عدو الرحمن. ما أنا ما يهمه، لا ضمير عنده. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن لم تستحي فاصنع ما شئت. إذا الكلاب السياسيين عموما اللي موجودين هنا في تونس ويحبوا أن ينتخبوا كرؤساء لتونس، بزيدوا يهدوها ويخربوها أكثر ما هي مخروبة. ملا يقول لك خونا الجزيري، يقول لك مهرودة، يعني يردوها تونس. قالك احنا وطنيون، واحنا من اكبر الناس مأهلين باش نقودوا تونس الى خير عميم. لا فما خير عميم، بل بؤس عميم ومرض يزيد الساكن فيه ألما فقرا ويأسا والعياذ بالله. وما هو بمزحزح من العذاب أن يعمر، والله بما بصير بما يعملون. وبعد يقول: قل من كان عدوا لجبريل فانه نزله على قلبك. وجبريل علاش يكره الان وجاب القران على رسول الاسلام عليه السلام، وهو بامر من الله امر بقتال هؤلاء الملاعين. والجيش عند العرب تقريبا عند اليهود هو الخميس. وهدى ايوه، قل من كان عدوا لجبريل فانه نزله على قلبك يا حق محمد يا حبيبي الأول عليك الصلاة والسلام، بإذن الله مصدق لما بين يديه، أي التوراة والإنجيل والزبور، التوراة والزبور والإنجيل. من كان أيوه وهدى وبشرى للمؤمن، تحدثنا عن اللي ينزل من الله كيف يهدي وكيف يبشر، من يهدي المؤمنين ويبشرهم. وبعد يقول: قل من كان عدوا، يفسر من كان عدوا لله وملائكته، ما عادش عدو لجبريل فقط، المسألة عداوتهم جامعة، يعني كل عنصر يجب تقديره وتقديسه وتنزيهه، والله في المقدمة، إلا يكون أعداء له. من كان عدوا لله وملائكته، شوف التفصيل، ورسوله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. وبعد يقول: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات، أي القرآن، وما يكفر بها إلا الفاسقون. اليهود والكرب هم يكفرون بآيات الرحمن اللي هو رب بحق، والسلام على من كان من أهل الرب.